الشكوى حق ومتابعتها واجب، إيماناً من الحكومة الفلسطينية بحق المواطن في تقديم الشكوى للدوائر الحكومية وواجب هذه الدوائر بتقديم الرد عليها، وتعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اعتماد نظام محوسب يمكن المواطنين من تقديم الشكاوى لأي من الدوائر الحكومية من خلال شبكة الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت. أختي المواطنة، أخي المواطن، في حال وجود شكوى، ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص وتقدم بشكواك، وتابع الإجراءات الخاصة بها مباشرة من خلاله، وسيصلك الرد النهائي خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمك للشكوى. مارس دورك وساهم بتطوير الأداء الحكومي وتحسين خدماته من خلال تقديم الشكوى ومتابعتها. وتحيات الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء. هذا الإعلان بدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ديكاف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.